مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من الصحوانة: أمهات المختطفين في الحديدة، أبناؤنا مسجونون بالقلعة ونخشى على حياتهم. من الموقع بوست: عناصر حوثية تقتحم دار القرآن في محافظة عمران وتعد لتفجيره. من العرب الجديد ومن جولتنا الرياضية: الجماهير العربية لا يعرفون أسماء اللاعبين العرب ودافعهم للتشجيع هو النصرة. أهلا بكم. وجهت رابطة أمهات المختطفين في الحديدة نداء عاجلا لإنقاذ مئات المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة، وعنوان موقع الصحوانت: الأمهات في الحديدة يناشدن لإنقاذ المئات من المختطفين في سجون الحوثيين بالمحافظة. يقول الموقع إن الرابطة ناشدت المنظمات المحلية والدولية وكافة الأطراف المعنية لإنقاذ المئات من المختطفين والمخفيين قسرا المحتجزين في سجن القلعة القريب من الساحل وسجن حنيش وسجن البحث الجنائي القريبين من أماكن قد تتعرض للقصف. ودعت الرابطة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي على العمل لإنقاذ وحماية المختطفين والمخفيين قسرا، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بالضغط لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط وضمان سلامتهم. يتابع الموقع: حملت الرابطة جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسرا. يتحدث موقع يمن مونيتور عن بعض ما يحدث في صنعاء بعد الأنباء القادمة من الحديدة، ويعنون الموقع: احتجاجات في صفوف مقاتلين حوثيين ضد المشرفين بصنعاء. يقول الموقع: ضربت موجة من الاحتجاجات الغاضبة صفوف الأفراد الملتحقين بالحراسات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ضد ما يطلق عليهم المشرفين بسبب تقليص المبالغ المالية إلى النصف. وقال مقاتلون وحراسات أمنية تابعة للجماعة في العاصمة اليمن مونيتور أنهم احتجوا لدى قيادات في الجماعة، متهمين المشرفين المكلفين بإنفاق المبالغ المالية على العناصر بالفساد والنهب واللصوصية جراء استقطاعات مالية من مستحقاتهم. وقال مراسل يمن مونيتور إن جماعة الحوثي نشرت المزيد من النقاط الأمنية في جميع شوارع مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ونقل المراسل في صنعاء حديث أبو هجوم أحد قيادة جماعة الحوثي ومسؤول في إحدى النقاط الأمنية: نرفض تقليص المبلغ إلى النصف واعتماد ما كان يخصص للفرد الواحد يخصص اليوم لاثنين من الأفراد، وهذا مرفوض ويتسبب في عزوف الأفراد عن مواصلة عملهم معنا. حتى لا يقع الخطأ الثاني في اليمن، تحت هذا العنوان كتب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي مقاله في صحيفة الأهرام المصرية، مضيفا في جزء من المقال: ليس من عاقل في العرب إلا ويتمنى أن يعيش اليمنيون أحرارا في بلدهم في دولة مدنية متساوين في الحقوق والواجبات، وأن تنتهي هذه الحرب الأهلية الضروس الضارة المضرة. فالتحديات في اليمن كانت وما زالت ضخمة وتحتاج إلى جهود جبارة لإخراج اليمن من تخلف هو فيه إلى مشارف ما يجب أن يرى اليمني نفسه قياسا بالتقدم في العالم. اليمن ليس بلدا فقيرا حضاريا، فلم تنقطع الورقة والقلم عن حواضره طوال تاريخه المعروف، ومنذ التغيير الذي حدث في عام 1962 جرت تحت نهر اليمن السياسي مياه كثيرة، منها على الأقل حصول نخبة من أبنائه على التعليم الذي أهل بعضهم لقيادة التغيير في بلدهم، كما تم تشكيل مؤسسات حديثة وإدارة لم تكن معروفة لفترة طويلة في العهد السابق قبل عام 1962. اليوم مكابر ذلك الذي يقول إنه لا دخل لإيران في مأساة اليمن التي تحدث والتي تقذفه سريعاً إلى القرون الماضية، فهي ليست بعيدة عن تحرك الحوثيين من أجل تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها طهران، وهي الحرب المتقدمة التي تشير إليها الأدبيات والأفعال السياسية الإيرانية.
وترى تلك الاستراتيجية العبثية أن تحارب في الجوار حتى لا تحارب على تخوم طهران. الحوثي في اليمن هو ليس أكثر من قفاز، ولا ينقصه الكثير من الشعارات الوطنية والإثنية والصراخ في المنابر لتبرير أفعاله على أنه يمثل شعب اليمن، وأن كل الشرور التي تقع والمآسي التي تظهر في قطاعات واسعة من الشعب اليمني هي من صنع الآخر. حتى بعد انتهاء المعارك هناك دائما ضحايا، فميليشيا الحوثي لم تترك الأرض إلا وقد زرعتها بالألغام، ووفقا لموقع عدن الغد قتلى وجرحى في انفجار لغم حوثي بحافلة ركاب باليمن. قال الموقع لقي مواطنان اثنان مصرعهما وأصيب آخران جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية بحافلة نقل ركاب في بلدة يختل غربية اليمن. قالت مصادر طبية إن الحادث الذي وقع في بلدة يختل التابعة لمحافظة تعز أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة تم نقلهم إلى مستشفى المخا لتلقي العلاج. قالت مصادر محلية أن اللغم المزروع انفجر بالحافلة أثناء مرورها في إحدى القرى، وزرعته الميليشيا الإرهابية قبل دحرها من المنطقة قبل نحو 6 أشهر. ووفقا للمصادر يعمل الضحايا في مهنة الزراعة، وكانوا في طريق عودتهم من بيع محصولاتهم، كما أظهرت معدات كانت معهم في الحافلة المدمرة. عن مقاتلين أطفال يتوهون في الأودية والشعاب ولا يعودون إلى أسرهم، كتب يسلم البابكري مقالة أو مقاله في موقع الصحوانت مضيفا: أرسل عبد الملك الحوثي مقاتليه إلى عدن وتعز ومأرب والجوف وشبوة والحديدة، فعاد منهم القليل وهلك الكثير وخلق جراحا عميقة جدا وصنع مآسي وفواجع، فأدخل الحزن إلى بيوت أنصاره قبل خصومه. في كثير من المعارك كانت الشعاب والأودية تمتلئ بالقتلى، وفي أحيان كثيرة يتوه المقاتلون في شعاب وأودية لا يعرفون طبيعتها فيقعون في الأسر أو يهلكون. أطفال انتزعوا من مدارسهم ليكونوا وقود حرب افتقد فيها من أرسلهم لأبسط أخلاقيات الصراع، وصنع نموذجا سيئا للقائد الذي يبني أوهام ملكه على جماجم أتباعه وأوجاع شعب انتسب إليه. يدرك عبد الملك الحوثي أنه لا يمتلك مشروعا يمكن أن يقبله اليمنيون، ولذا يريد فرضه ولو بالتضحية بكل شيء. مع الطول النسبي للصراع تكتشف الحقائق بأن حجم القبح والسوء الذي يختزنه هذا المشروع الأبتر. كل يوم يفتقد الانقلابيون أرضا ويخسرون مقاتلين ويضاعفون الغضب عليهم. في يوم ما قبل أن تشتعل هذه الحرائق وقف بعض حكماء اليمن وساسته أمام طيش وحماقة عبد الملك الحوثي يدعونه للتوقف عن إحراق اليمن، فأبى أن يقبلها. قيل لعلي عبد الله صالح: توقف وغادر بسلام، فقال: سأهدم المعبد على رؤوس الجميع. فما الذي حدث؟ الكبر والغرور يعمي صاحبه عن إدراك الحقائق، والحقيقة هنا بوضوح أن أمام الحوثي طريقا قصيرا ليخفض التكلفة فيعلن إيقاف الحرب وإطلاق المختطفين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، ويسحب مقاتليه ويعيدهم إلى ذويهم ليتم تأهيلهم ليكونوا جزءا من المجتمع، وإما الاستمرار في حرب فسيخسرها بتكلفة كبيرة. حتى وهم يتلقون الهزائم المتتالية تواصل ميليشيات الحوثي برنامجها في تدمير كل ما تراه مختلفا عنها. ويعنون الموقع بوست: عناصر حوثية تقتحم دارا للقرآن الكريم في محافظة عمران وتسعى لتفجيره. قال الموقع نقلا عن مصادر محلية بمديرية المدن التابعة لمحافظة عمران إن ميليشيا الحوثي أقدمت على مداهمة دار الفرقان لتعليم القرآن الكريم بالمديرية ونهب جميع محتوياته ويستعدون لتفجيره. قالت المصادر للموقع بوست إن حملة عسكرية حوثية مكونة من عدد من الأطقم محملة بالأفراد والعتاد العسكري قامت بالمداهمة ونهب محتويات الدار من مكبرات صوت وكتب وأثاث. ذكرت المصادر أن الحملة العسكرية الحوثية لا زالت مستمرة ومتواجدة بداخل الدار، وتتحدث الأنباء عن نية الميليشيات تلغيم الدار استعدادا لتفجيره.
بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الشرق الأوسط قالت بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى صنعاء في مسعاه الأخير لإقناع الميليشيات الحوثية بتسليم مدينة الحديدة ومينائها سلميا، وتحذير الجماعة من أي أعمال عدائية بخصوص استهداف الميناء أو تدميره قبل الهزيمة الوشيكة. الجماعة الحوثية استبقت وصول المبعوث الأممي للقاء قياداتها في صنعاء بإطلاق تصريحات تهاجمه، وتزعم أنه يسير على الطريق نفسها التي سلكها سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. مصادر مطلعة في صنعاء أفادت بأن قيادات الجماعة الحوثية رفضت عرض المبعوث الأممي تسليم الحديدة ومينائها سلميا، وهددت بإفشال مساعيه لاستئناف المفاوضات. المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام شن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الحوثيين هجوما حادا على جريفيث، زعم فيها أنه لم يفعل شيئا حتى الآن وأنه يمثل غطاء لتحالف دعم الشرعية ودوره لا يختلف عن سابقه ومصير مساعيه الفشل. في جولتنا بين أهم ما قالته الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم نطالع من صحيفات لوفي غاغو وعنوان بارز: اليمن باريس تخطط لعملية إزالة ألغام. وفقا للصحيفة فإن وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت أن فرنسا تخطط لإزالة الألغام بمهمة إنسانية في ميناء الحديدة اليمني بعد انتهاء العمليات العسكرية. وقال تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس نقلا عن الوزارة أنه يتم حاليا اتخاذ إجراء لتسيير الوصول إلى ميناء الحديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية، ويهدف إلى تسهيل النقل الآمن للمساعدة الإنسانية إلى سكان المدينة. يقول أحد المصادر: لا يوجد عمل عسكري فرنسي اليوم في منطقة الحديدة، وفرنسا ليست جزءا من التحالف المنخرط في هذا المسرح. ردت الوزارة على مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن فرنسا بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة وافقت على إرسال معدات لمساعدة التحالف العربي ضد الحوثيين في إزالة الألغام من ميناء الحديدة بعد الرفض الأمريكي لتقديم مثل هذه المساعدة للقوات الموالية للنظام. الاختطاف وتلفيق الذرائع، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا في جزء منه: ما من فكرة أو ثورة أو حلم في تاريخ البشرية إلا وكانت عرضة للاختطاف، سواء من خلال التأويل القسري الذي يلبي النوايا أو لأسباب تحركها النزاعات الشخصية وأنانية الاحتكار. ولم تسلم حتى العقائد من محاولات الاختطاف، كما حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة عندما حاول فقهاء الظلام إعادة إنتاج الإسلام وتقويله ما لم يقله، وكانت إساءتهم لصورته أضعاف إساءة خصومه. وما نعنيه بالاختطاف ليس السطو بمعناه التقليدي، بل ادعاء المعرفة الأشمل والأدق، وهذا الادعاء قصير العمر لأنه ليس مسلحا بمرجعيات تبرره ولا يملك مقومات الاستمرار. وكل اختطاف يتطلب التلفيق واختراع الذرائع لأنه يقترح بديلا مصنوعا وزائفا لحقائق ثابتة. حتى الأشخاص الذين لديهم بعد رمزي وفاعل في الرأي العام يختطفون أحيانا من التوابيت وقبل أن يواريهم التراب، لأن من يختطفونهم لاختزال أطروحاتهم وإعادة إنتاج أفكارهم يخشون منهم حتى وهم موتى.
وقد شهد عصرنا عمليات اختطاف وقرصنة فكرية شملت كل مناحي الحياة، وهناك حراكات اجتماعية مشروعة وبريئة تم اختطافها بهدف اجهاضها في الرحم، ما خلق التباسات حول الشعارات والأهداف المعلنة لتلك الحراكات. وهذا بحد ذاته يتطلب من النخب المنوط بها تصويب البوصلات وحراسة منظومة القيم وتبديد تلك الالتباسات، بدءاً من تسمية الظواهر والأحداث بمسمياتها، وليس انتهاءً في الكشف الجسور عن المسكوت عنه والمستتر وراء الكواليس. عن أجواء الكرنفال العالمي تكتب صحيفة العرب الجديد عن العرب وكأس العالم وتقول: كأس العالم ومنذ شارك المنتخب التونسي في سنة 1978 في الأرجنتين تحديدا، إذا ما استثنينا مشاركة مصر المبكرة سنة 1934، فرصة نادرة لتجميع العرب في قمة أممية تنعقد كل 4 سنوات. مباريات المنتخبات العربية حين تجري وأيا كان منافسها فرصة نادرة لإبداء مشاعر غير مسبوقة من التضامن العربي الذي يصل أحيانا إلى التعصب تبديه الجماهير الرياضية التي تتوسع لتضم في هذه الحالة أناسا بسطاء لا علاقة لهم بالرياضة، وإنما ينتسبون عرضيا إلى هذه الجماهير المهووسة بكرة القدم بدافع نصرة المنتخبات العربية، وعددنا منهم لا يعرفون أسماء اللاعبين ولا حتى الأناشيد الوطنية أو الأعلام، لكن لمجرد أنها منتخبات عربية يبدون حماسة غريبة وتضامنا مطلقا معها. يخوض الجمهور مقابلات أشد ضراوة من التي يخوضها اللاعبون على الميدان، فلذا هؤلاء أحيانا أو فلدى هؤلاء أحيانا مشاعر من الاحتراف والتعود ما يخفض عليهم قسوة الهزيمة، فيما تمنحنا المباريات قومية كروية لا نظير لها، فنتابع المباريات أكثر من متابعتنا حروبا تلتهم أوطانا أو أوطاننا. في جولتنا الرياضية نتابع موقع الفيفا والذي عنون في أحد تقاريره: ساسي وحلم تحليق نسور قرطاج عاليا. قال الموقع: ستكون المواجهة التي تجمع بين منتخبي تونس وإنجلترا يوم 18 يونيو على ملعب فولغوغراد هي الثانية بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث سبق للنسور أن واجهوا منتخب الأسود الثلاثة في نسخة فرنسا 98، وعدت النتيجة حينها لصالح الإنجليز بهدفين. يتابع الموقع: مرت السنوات وتغيرت المعطيات سواء لدى منتخب تونس أو الإنجليز، وسيلتقي المنتخبان هذه المرة بجيل شاب من اللاعبين. يقود هذا الجيل في وسط الميدان لاعب جمع بين الرزانة والأناقة ورؤية رائعة للعب، ويتعلق الأمر بفرجاني ساسي أحد ركائز المنتخب التونسي. طرح موقع فيفا.com السؤال على ساسي بخصوص مباراة 98 التي خسرها منتخب تونس، وما مدى تأثير هذه النتيجة على المباراة المقبلة من الناحية المعنوية، وأجاب قائلا: نتيجة 98 كانت في ظروف مختلفة، والمنتخب حاليا ليس مثل المنتخب السابق حيث نلعب كرة قدم جميلة، وحتى الوقت يختلف والظروف تختلف أيضا. يضيف: نحن بصدد دراسة المنتخب الإنجليزي ومشاهدة بعض الفيديوهات عن المواجهات التي لعبوها حتى نحضر أنفسنا جيدا للقاء. الملامح المرسومة على الوجوه والتي تتشكل من المشاعر اللحظية التقطتها عدسة مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. We'll be right back.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.